المسائية من الميادين. سلام الله عليكم. وفي عناوين الملف: القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا ضد محمد بن زايد بتهمة التواطؤ في أعمال تعذيب باليمن. هل بات الإماراتيون ملاحقين كالإسرائيليين بجرائم حرب؟ هل تحتمي السعودية والإمارات بالعلاقة مع تل أبيب وبالتحالف مع ترامب للإفلات من العقاب؟ وهل لانتهاكاتهما حدود؟ بعد اتهام ابن سلمان بقتل خاشقجي والتجسس والابتزاز، سعد الجبري يخشى انتقامه ويرفض محاولات استدراجه إلى تركيا. هل تكرر الرياض الأساليب نفسها لإسكات الخصوم؟ مجازر وجرائم ارتكبت في منطقتنا هزت الرأي العام العالمي، وكانت عناوينها أسماء لمحطات يسجلها التاريخ، وفيها الجاني والضحية معروفان بالاسم والصورة. للاختصاص عدالتان، الأولى سينجزها الله يوم القسط حتما، فيما الثانية يصعب تحققها على الأرض. القضاء الفرنسي يحاول تحقيق عدالة ما في جرائم يتهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالتواطؤ على ارتكابها مع قواته في اليمن. والإمارات شريكة للسعودية في غارات قتلت مئات الأطفال. فالرياض تتهمها منظمات أممية بارتكاب جرائم حرب متعددة، كما أن صورة ولي العهد محمد بن سلمان التصقت بجريمة قتل خاشقجي وتقطيعه. يتزامن ذلك مع الملاحقات القضائية حول العالم لمسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب. فهل يكترث هذا الثلاثي للقوانين والأنظمة ولقيم العدل؟ الرياض وأبو ظبي وتل أبيب تمضي جميعها في انتهاكاتها وظلمها. فهل توقف جرائمها الملاحقات القضائية أم أن الإمارات والسعودية بتحالفهما مع الإسرائيليين والثلاثة بغطاء من ترامب يضمنون الإفلات من العقاب؟ أرحب بضيوف المسائية هنا في استوديو الميادين، الباحث السياسي الأستاذ حسن حمادي، ومن مرمريس الصحفية المتخصص في الشؤون الخارجية الأستاذ سليمان النمر. أحييكم ضيفي العزيزين. مشاهدينا، التجاوزات الثلاثية من السعودية والإمارات وإسرائيل من خلال الحروب والجرائم المباشرة تخرق القوانين الدولية والأعراف والقيم الإنسانية. الأطراف الثلاثة يستندون إلى غياب الرادع وإلى إمكانية الهرب من التبعات والمحاسبة بسبب حماية إسرائيلية أمريكية. فهل تنجح بعض المحاولات في الدول الأوروبية في إحقاق العدالة؟ هذا التقرير لهبة محمود. لم تبذل دولة عربية جهدا في تلميع صورتها واسمها كما فعلت الإمارات العربية المتحدة. وفي الأبعاد ما هو أعمق من الترويج للسياحة، إنه محاولة لاقتحام مكانة سياسية على الساحة الإقليمية. للمثالية والإنسانية الظاهرية وجه آخر دموي، فولي عهد أبو ظبي تحديدا جرى السياسة الإماراتية إلى ملفات دموية في اليمن لتلاحقه حاليا تحقيقات ودعاوى دولية، ما يكشف خللا في تنظيف آثار دماء المجازر والاحتلال المباشر والتغطية عليها. مجازر اليمن نقطة عار تلاحق الشريك السعودي أيضا، الذي حاول مع الإماراتي إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط وفقا لمصالحهما. أمام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعاوى في قضية أخرى في الولايات المتحدة على خلفية اختراق هاتف رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس، فضلا عن قضية قتل خاشقجي التي تلاحقه، وفضلا عن أن السعودية كدولة ليست بعيدة عن الاتهام والتحقيقات الجنائية، وخصوصا فيما يتعلق بعوائل ضحايا 11 من أيلول سبتمبر. الشريكان يتسلحان بغطاء يؤمنه الرئيس دونالد ترامب وعلاقات جيدة مع إسرائيل، لكن الأخيرة تواجه نفورا من سلوكها الاحتلالي، وهو ما عبر عنه المقرر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك بالقول إن ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني إهانة للعدالة ولسيادة القانون.
جرائم ثالوث السعودية والإمارات وإسرائيل تبدأ بالقتل وتمتد إلى الاحتلال فتسليح الجماعات الإرهابية مرورا بالاغتيالات وليس انتهاء بالتحريض على الفتن وتمويلها. صحيح أنه لا تظهر رغبة غربية في طرح هذه القضايا ولا في الوصول فيها إلى نهاياتها العادلة، لكن لا يمكن التقليل من شأنها، فهي مؤشر على جرأة دولية وأممية قد تكون خطوتها الأولى التحقيق والاتهام، ولا أحد يعلم إلى أين يمكن أن تصل بها سبل المحاكمة لاحقاً. أبدأ مع الأستاذ حسن هنا في الاستوديو، أسعد الله مساءك مرة أخرى أستاذ حسن، ولعلي أبدأ من نقطة الدعوة القضائية الآن في فرنسا ضد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على خلفية اتهامات بالتعذيب في اليمن رفعها يمنيون في فرنسا، ليست الأولى داخل فرنسا أو أوروبا مثل هذه الدعوة. أولا، هل فعلا هذه التحركات القانونية يمكن أن تصل إلى نتائج؟ يعني من حيث المبدأ هذا النوع من التحركات القانونية ممكن أن يكون يعني تحرك جزء من القضاء الفرنسي بدافع مهني وأخلاقي، هذا وارد هذا الأمر. ممكن أن يكون تحرك أيضا بدافع سياسي، يعني في قرار سياسي من السلطات السياسية بأن يتحرك، هم تدخل بإطار الابتزاز السياسي والمالي الذي تمارسه الدول بحق الدول النفطية، يعني ممكن ساعتها أن تنتهي الأمور بعقد صفقة معينة مقابل مال، لأنه مثل ما بتعرف حضرتك أنه شيء اسمه عدالة دولية هذا شيء خرافي، هذا شيء غير موجود. يعني فلسطين هي أمامنا حاسمة بهذا الموضوع، زائد على ذلك أنه اليوم في أكثر، يعني اليوم أن تقول الحقيقة في العالم خصوصا في الغرب هو بحد ذاته جرم قول الحقيقة. يعني عندنا مثلا حادثتين يعني مش معقولين، الأولى جوليان أسانج مثلا، الثاني المناضل صدق المقت، يعني أنه إجا كشف حقيقة معينة اعتقل سجن إلى آخره، ولا في أي تضامن عالمي كان معه على الإطلاق، كأن الشيء لم يحدث. فتمتع إسرائيل حصانة من القوانين الكاملة إلى آخره هي ناجمة على أنه لا يوجد شيء اسمه لا عدالة ولا في قضاء، والقضاء جسم روحه العدالة، العدالة غير موجودة، إذن القضاء شكلي، هذا كل المسألة مسألة سياسية، وبالتالي الأوساط السياسية في الغرب وخصوصا في أوروبا أوساط جدا تتأثر بالمال والرشاوة، هي حقيقة. يعني نحن ببلادنا في فساد ورشاوة كثير، ولكن إذا تنظر لبرا بالخارج خصوصا بأوروبا وتقرأ الصحف المحلية ماذا تنشر عن الفساد والرشاوة والهدى، يعني فعلا شيء يندله الجبين. لذلك هذه أمور فعلا بدك تفتش على موضوع الصفقات التجارية. وأما إذا كان تحرك قضائي مستقل فهذا التحرك القضائي ممكن أن تتحرك السياسي وأن تقضي عليه. في وجهة نظر هنا أستاذ حسن، تسمح لي أن أقول لك إياها، لكن أسمع وجهة نظر الأستاذ سليمان نمر. حياك الله أستاذ سليمان. وفيما يشبه إطلاق اليد لدول خليجية، كانت قطر يمكن بال 2011 في ليبيا في سوريا، ارتكبت ما ارتكبت، في أيضا السعودية في اليمن وفي سوريا كذلك، في الإمارات حاليا في أكثر من مكان، وقصة خاشقجي وأيضا اختراق هاتف بيزوس، كل هذه المسائل تؤشر إلى أن هذه الدول أو قادة هذه الدول مطلقين اليد أو لديهم ضمانات بعدم الملاحقة بسبب هذه الأعمال. هل فعلا الولايات المتحدة أو دونالد ترامب يؤمن هذه الحماية لهذه الدول،
أو لقادة هذه الدول في اتخاذ قرارات خارجة عن القانون؟ أولا أريد أن أعلق على ما وصفتموه أنتم بالثالوث الإجرامي الإمارات السعودية وإسرائيل. لا يمكن أن نعتبر الإمارات والسعودية مساوية لإسرائيل بالإجرام. إسرائيل أساسا دولة محتلة واحتلت بلادنا، وإسرائيل هي سبب مصائبنا في العالم العربي. نعم. فلذلك لا أوافقكم الرأي على أن تربطوا بين إسرائيل ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، إلا وهذا يدل على أن لديكم موقف سياسي معين مضاد للسعودية ولدولة الإمارات. لا يوجد. من هنا تحاولون أن تحرضوا الرأي العام وتساووا بين إسرائيل والسعودية بشكل خاص مع دولة الإمارات، فهذا طيب. أنا لا أوافقكم الرأي عليه. هذا أولا. نعم. ثانيا بالنسبة لأن السعودية والإمارات مطلق لهما اليد لكي تتصرفا كما تشاءان في المنطقة العربية، فهذا أيضا هناك تحفظات على هذا الكلام. المملكة العربية السعودية طبعا تورطت في حرب اليمن التي دخلت عامها السادس، ومع حليفها الاستراتيجي دولة الإمارات. وهذه الحرب يعني شهدت ويلات على الشعب اليمني، وهذه الحرب قاسى وعانى منها الشعب اليمني. ولكن المملكة العربية السعودية وحتى قيادتها لا يمكن أن تكون متعمدة ضرب أو قصف أهداف مدنية في اليمن. الحروب دائما هناك ضحايا مدنيين لها. أي حرب في العالم قامت لها ضحايا مدنيين. طيب الطرف الحوثي الذي تؤيدونه أنتم في الميادين بسبب علاقتهم بإيران أيضا له ضحايا. هو أيضا يقصف، هو أيضا يقتل، هو أيضا يعذب. المملكة العربية السعودية لم نسمع أنها عذبت أي سجين يمني أو اعتقلت يمنيين وعذبتهم. دولة الإمارات لها ممارسات في جنوب اليمن ربما من أجل فرض نفوذ للمجلس الانتقالي الذي يدعو إلى انفصال اليمن جنوب اليمن عن شماله. نعم. فلها ممارسات، ولكن هذه الممارسات يعني عابرة ولم تكن ممارسات يعني، والدليل على ذلك أنه ليس هناك أي ضجة عالمية حول ممارسات دولة الإمارات كما تقولون أنتم. نحن لا نقول يعني في دعوة الآن قضائية على الإمارات. كان قبل سنة تقريبا كان في تقرير الأمم المتحدة، تقرير منظمات معنية تحدث عن سجون سرية أقامتها الإمارات في اليمن عذبت فيها سجناء. هذا ما تقوله بالمناسبة يعني ما طرحناه حاليا أو هذا الموضوع ربما لا يعادل ربع ما يقال في الصحافة الغربية عما يجري، خاصة فيما يتعلق بقضية خاشقجي، خاصة فيما يتعلق بقضايا أخرى محل جدل الآن. لكن السؤال الآن أستاذ سليمان، يعني السؤال حاليا، هل قلت أنه ما في ضجة عالمية على هذا، لا تحدث ضجة عالمية، طيب أليس هذا مستغربا أن تقوم دولة بحرب على شعب آخر وتستورد أسلحة من كل دول العالم، تعمل تحالف وغارات وإلى آخره دون أن يوقفها أحد؟ أليس مستغربا أن يقتل صحفي بهذه الطريقة، لا أحد يحاسب، لا قضاء ولا إلى آخره؟ أليس مستغربا أن ترفع دعاوى هنا وهناك؟ يعني بمعنى أنت تعرف حتى قضية الجبري الآن يعني وما تكتبه الصحافة الأمريكية حول تهديده ومحاولة استدراجه إلى تركيا، هذا كله والله مكتوب بالصحافة الأمريكية مش كاتبه من عندي.
يا سيدي اسمح لي أن أقول لك، لماذا تربطون جريمة قتل الزميل جمال خاشقجي مع حرب اليمن؟ حرب اليمن شيء، وجريمة اغتيال الخاشقجي شيء آخر. جريمة اغتيال الخاشقجي صار حولها ضجيج عالمي كبير، وكلنا استنكرنا هذه الجريمة، والعالم كله استنكر هذه الجريمة، ولكن في النهاية السعودية لجأت إلى حلول تهدئ من غضب الرأي العام العالمي، وتهدئ من الضغوط عليها بالنسبة لهذه الجريمة، حين قدمت المتهمين إلى المحكمة، وحين أيضا لجأت إلى ما يسمى بالعفو أهل القتيل عن القتلة. ولذلك يجب أن نلاحظ أنه تثار ضجة كبيرة، ثم السياسة ضجة قانونية، ضجة إعلامية، فالتدخلات السياسية دائما تجهض أي محاولات قانونية لمحاسبة. هذا هون السؤال يا أستاذ سليمان، إنه لماذا يعني؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن لماذا لا تحاسب؟ لأن هناك مصالح. هناك مصالح، الولايات المتحدة لها مصالح مع السعودية، الدول الأوروبية لها مصالح مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لذلك هذه القضايا التي ترفع هذه وراءها جهات سياسية معينة معادية للسعودية ولدولة الإمارات، وتريد إثارة ضجة إعلامية وضغط إعلامي على السعودية ودولة الإمارات. وأنا لا أتكلم كما يعني تعلم هنا أستاذ سليمان، في نقطتين مهمتين. الأولى بأن المصالح السياسية تمنع أو يعني تجهض أي محاولات قانونية، هذا يعني أنه من اللي ما عنده مصالح سياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو كل ما تقول عنه الولايات المتحدة الأمريكية سواء محاسبة سوريا، إيران، العراق، فنزويلا، كوبا، كل هذه الدول، يعني بمعنى أنه هون القانون، العدالة الدولية، القانون الدولي يخضع لمزاج الولايات المتحدة الأمريكية. إذا لها مصالح مع والدول الغربية، إذا لها مصالح معك أنت مدان وتبدأ المحاكم الدولية تعمل تشتغل عليك، إذا عندها مصالح معك أنت فيك تقتل وتعمل مجازر وتعمل تقتل صحفي وتفوت على هاتف رجل أعمال وإلى آخره مما يكتب في الصحافة الأمريكية وما أحلاك. اسمع، المصالح السياسية دائما تجهد كما ذكر ضيفكم الكريم، تجهد العدالة الإنسانية وتجهد العدالة القانونية. نعم، المصالح السياسية في كل، ليس بالنسبة لموضوع السعودية، نحن نرى إسرائيل، إسرائيل أكثر من 70 عام وهي تقتل بالفلسطينيين وبالعرب، وحتى اليوم هي تقتل الشعب الفلسطيني وتلاحقه حتى نعم. في عقر داره، والعالم ساكت. وكثير من محاولات التي جرت لتقديم المجرمين الإسرائيليين إلى محاكم بتهم جرائم حرب أو بتهم قتل البشر، ولكنها كلها أجهضت. فاسمح لي أن أقول نعم مرة ثانية أن المصالح السياسية هي التي تحدد، هي التي تسيطر نعم. وتخضع. طب اسمح لي أخذ رأي أيضا اسمح لي دقيقة تفضل. والولايات المتحدة هي الآن التي تخدع العالم لمصالحها السياسية، وهي التي إذا رضت عن أي أحد تدافع عنه، وإذا لم ترضى عن أحد تسلط عليه، تسلط عليه العدالة الدولية أو ما يسمى بالعدالة الدولية. أستاذ حسن، في مسألة أن ما تقوم به السعودية هو سياسات
حرب في اليمن لها أسبابها، قضية جمال خاشقجي منفصلة عن حرب اليمن، ما يحصل داخل السعودية من اعتقال الأمراء وكذا وإلى آخره، أيضا الإمارات والاتهامات الموجهة إليها بالتحركات في الخارج، هذه مواضيع منفصلة وهذه سياسات دول، وبالتالي الأمر كما صوره الأستاذ سليمان نمر يعني يبدو في إطار السياسات، ما في شيء مستغرب يعني. يعني هو نرجع للشيء اللي حضرتك كنت عم تطرحه انه موضوع القضاء الدولي يعني يعني هو نرجع للبدايه من المحاوله الاولى لان يكون هنالك قضاء دولي يعني بعد الحرب العالميه الاولى يعني وعندما قامت الدول المنتصره في الحرب العالميه الاولى يعني بريطانيا فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان وإيطاليا بتشكيل محكمة وقرروا باتفاقية فرساي نفسها تصور اتفاقية فرساي نفسها بالمادة بعتقد 219-17 أو 277 يعني يا 217 277 باتفاقية فرساي بعد الحرب العالمية الأولى قرروا أنه يجب محاكمة قيصر ألمانيا يلي هو غليوم الثاني وحددوا أيضا وجوب محاكمة حوالي 70 شخصية من عالم الصناعة ومن عالم الفن والكذا وإلى آخره. لا لا وصلك لشغلي هي شغلات كثير مهمة. ف اجى الرفض الألمان رفضوا هذا الأمر قالوا لا لن نسلم أحد وإذا شيء نحن منحاكمون عنا فقاموا وقفوا كم شخص 4-5 مش أكثر وعملوا محاكمة صورية وأما بالنسبة للقيصر فكان هو لجأ لهولندا قالت هولندا لا لا يوجد شيء اسمه قانون دولي يحاكم هذا الرجل نحن لن نسلمه وهيك منتهي. طيب هذا في التاريخ شو بعد اليوم. بعد لا ما لقلك لأنه في شيء اسمه عدالة المنتصر أنا بدي وصلك لعدالة المنتصر يلي تمثلت بعد الحرب العالمية الثانية بس في نقطة هون بمعاهدة بمحاكمة نورنبرغ بشكل مباشر في تحامل على السعودية يعني أستاذ سليمان وجهنا أنه في تحامل على السعودية أو إثارة رأي عام أو الآخري. طيب ما نقرأه نحن عن السعودية يعني كله مكتوب في الصحافة يعني وول ستريت جورنال هي التي كتبت أمس أن السعودية حاولت إغراء ضابط استخبارات السابق سعد الجبري وتقرير طويل عريض بأنها كانت تريد أن تنقلوا إلى تركيا، واشنطن بوست، ميدل إيست آي في بريطانيا، كل هذه الصحافة هي التي نقرأ من خلالها أو حولها ما يجري في السعودية. هل في تحريض فعلا للرأي العام العربي؟ لأنه في نقطة هلأ كمان بدي أناقشك فيها ذكرها الأستاذ سليمان هي مهمة للغاية. ما يقال عن السعودية هو تحريض من أعدائها أم فعلا السعودية ترتكب لديها سياسات رعناء في الداخل والخارج؟ تؤدي إلى ما نحن نتحدث عنه الآن. يعني هو قل لي وين في بالعالم سياسي حكيمي وهادئة وكذا أغلب سياسات رعناء بدءا من سياسة الإمبراطورية الولايات المتحدة يعني شو سياسات قتل وإجرام وحروب عدوانية إلى آخره. ليه قلت لك عن نورنبرغ لأنه بهيدي بمحاكمة نورنبرغ اعتبروا انه الحرب العدوانية يعني انت لما بتعتدي على حدا الحرب العدوانية هي الجريمة الدولية الأرفع هون المسألة واعتبروا انه مش بس الدول يجب ان تحاكم يجب الأفراد ان يحاكموا يعني قادة الدول انتبهت كيف كالجريمة الدولية الأرفع ولكن تدخلوا الأمريكان بعد ما حصلوا من نورنبرغ على إعدام كم ضابط ألماني تدخلوا وما عادوا خلوا أن هذه القاعدة أن تطبق. لماذا؟ لأن كل حروب الولايات المتحدة هي حروب عدوانية لذلك حطوا هذا الموضوع على الرف وبالتالي دخل العالم
فعلا بشريعة الغاب بشكل فظيع، وهذه شريعة الغاب مستمرة يعني ما في شيء تغير. لذلك المفاجآت أوقات الناس البسطاء مثلنا يعني هون أو بالغرب بيصير جريمة معينة بيصير فعل نحن نصدم يعني، ولكن بالنسبة للدول وهذا أمور شغلة طبيعية، لأن الجريمة هي قاعدة التعامل وليس العكس يعني. نعم. هون الموضوع، لذلك النظام الدولي هو كله قائم بشكل خاطئ يعني. نعم. وبالتالي ما فينا نعتبر نتناول موضوع عدالة أو تحامل على دولة أو كذا أو إلى آخره. لا، ما شاء الله في تحامل. أنا بقول لك على مين في تحامل. في تحامل على شعب فلسطين، في تحامل على شعب اليمن، في تحامل على دولة مثل سوريا. عرفت كيف؟ هذا الموضوع. مثلا تجد أنه مثلا شخص مثل أردوغان يفلت عن أي ملاحقة قضائية أو عقوبة، لأنه لا يوجد شيء اسمه عدالة بالعالم. نعم. في شيء اسمه عدالة المنتصر. عدالة المنتصر تجعل أنه الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها لليوم عاشت فقط 16 سنة من دون حروب عدوانية، وبدأ بشهادة وبعد رئيس ذلك الولايات المتحدة. وبعد ذلك اختلف التاريخ. أستاذ حسن وأستاذ سليمان، مشاهدينا سنقف مع فاصل، بعده مباشرة نكمل في المسائية. مجددا حياكم الله. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية حاولت إغراء ضابط استخباراتها السابق سعد الجبري الموجود في كندا ويمتلك وثائق حساسة تتعلق بسياسة الرياض بالسفر إلى تركيا. صحيفة تؤكد أن هذه الوثائق تكشف وجود شبكة بمليارات الدولارات ساهمت في إثراء كبار المسؤولين الحكوميين السعوديين. وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن عائلة الجبري تعتقد أن الرياض تريد إعادته لأنه يعرف أسرار العائلة المالكة، وأن لدى بن سلمان ثأرا شخصيا معه بسبب خلافات بينهما. وثائق الجبري تكشف أن الرياض مولت الرئيس السوداني السابق عمر البشير وقبائل في غرب العراق، ويخشى مسؤولون غربيون من أن يؤدي النزاع إلى كشف معلومات حساسة عن العمليات ضد الإرهاب. محاولة استدراج الجبري إلى تركيا جاءت قبل صدور مذكرات توقيف بحقه وسجن 2 من أبنائه في مارس آذار الماضي، لينقل عنه خشيته على حياته وتعرضه لضغوط من ابن سلمان. هذا ما قالته الصحيفة الأمريكية. قبل أن أذهب إلى تركيا، إلى سليمان النمر، فقط نقطة أستاذ حسن أثارها الأستاذ سليمان وهي قد تكون غاية في الأهمية، هي موضوع تحركات أعداء السعودية. تعرف في خلاف خليجي الآن، وهناك وجهة نظر تقول كل دعوة ضد السعودية ابحث في كواليسها، دور وراها، تجد أن هناك الطرف الآخر قطر وراها. يعني في 6 يمنيين ادعوا قد يكون وراءهم جهة معينة، في صحيفة تكتب أو تنشر في الغرب، تبحث وراء الصحيفة تجد أن هناك تمويل قطري لها أو الكاتب قريب أو إلى آخره. بمعنى أنه هذا ما يحدث الآن من دعاوى وكلام في الصحافة الغربية كله في إطار الخلاف الخليجي القطري السعودي الإماراتي. أنت مع هذا الكلام أو لا؟ لا، أنا ضد كل هالنظريات. هذه بعتبرها نظريات خنفشارية يعني. نتداولها نحن بالعرب بالقلقلة يعني. هذا ما في شيء. الولايات المتحدة الأمريكية هي سيدة الجميع، ولكن ما بتخلي أحد من أنصارها وأتباعها أن يكون متفاهم مع الآخر، بتشغلهم ببعضهم. هي كل الأمور يعني. من بتخلي أردوغان يفوت على قطر وضد السعودية، وبتخلي السعودية تتحالف مع مصر ضد أردوغان وإلى آخره وهذا. ولكن بالنهاية الكل تحت المظلة الأمريكية يعني. وما حدا يملك سيادته بالخالص في على الصعيد السياسي الخارجي. وموضوع العدالة الدولية يا صديقي، هذه العدالة الدولية بدنا ننسى هذا الموضوع، لأنه هذا الشيء غير موجود على الإطلاق. هذا موجود في شيء اسمه القوة. القوة هي صاحبة الحق. نعم. الحق ليس له قوة. الحق
بل القوة هي التي لها الحق يعني. نعم. هي حقيقة الأمور. أما قصة قطر وبدري شو ما بيمونوا أساسا على حالهم، هذه كيانات لا تتمتع بسيادة أساسا، لا تتمتع بأي سيادة يعني، لا تتمتع بسيادة وعم تعمل كل هذا. لا ما عم تعمل شيء إطلاقا. خليني خبرك حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر قال نحن بالتنسيق مع السعودية وبالتنسيق مع تركيا دفعنا 137 مليار يعني انه احنا اللي قدنا الحرب في سوريا. بناء على امر من مين هذا؟ بناء على امر من الولايات المتحده الامريكيه، لانه هن كيانات عباره عن مخازن اموال دراهم مش اكثر. بيجيهم امر الصرف لفلان او لهذه المنظمه الاجراميه او كذا، هم يصرفون. عرفت كيف؟ في شغله انه هذه الكيانات كلها وكل المنظومة التابعة للحلف الأطلسي وللولايات المتحدة الأمريكية يا سيدي، بأي موضوع له علاقة بالطاقة ليس لها أي سلطة، بأي موضوع له علاقة بالحرب والسلم ليس لها سلطة، لا سيادة لها، بأي موضوع له علاقة بالعلاقات الدولية الجدية ما في لهم سيادات. لماذا ولكن كل هذه الارتكابات هنا أستاذ حسن دون أي محاسبة أو دون أي قانون؟ لأن القرار أمريكي، ضغط أو دون أي عقوبات. لأن القرار أمريكي، لأنه جابر اللي حضرتك قلت حمد بن جاسم نعم. الأستاذ حمد بن جاسم هو قال بهذه المقابلة الشهيرة أنه نحن وأساسا لم يكن هنالك مشكل بيننا وبين الرئيس السوري، وهو كان صديقنا يعني، فما عندنا مشكل معه، ولكن في قرار ونحن مشينا فيه يعني. طيب خلينا نسمع هذا كل المسألة يعني. نسمع وجهة نظر أستاذ سليمان النمر أيضا بموضوع سيادة لها على الإطلاق يا أخي. قد يكون أستاذ سليمان النمر هناك تحامل على السعودية من قبل إيران، من قبل تركيا، من قبل قطر في إطار الصراع الخليجي، وأنه قطر يعني تعرف شغال الإعلام وإلى آخره والدعاوى وإلى آخره، لكن لا يمكن أن يحدث كل ذلك دون أن يكون هناك حدث. يعني عندما يقوم قائد أو ولي عهد يقود دولة كبيرة محترمة مثل السعودية باختراق هاتف رجل أعمال كما فعل مع جيف بيزوس، وأكثر من ذلك ابتزازه بنشر صور له حسب ما قال هو الرجل، بنشر صور صديقته، وأيضا ربما كانت تمهيد كما قالت أحدى الصحف لمنع جمال خاشقجي من الكتابة، لأنه الاختراق جرى قبل اغتيال خاشقجي بأشهر قليلة. وبالتالي هناك حدث يؤدي إلى تفسيرات، تكبير، تصغير، حكي في الإعلام، مقالات وأخبار، بمعنى أنه ما في دخان بدون نار، لا يمكن أن تقام تهمة الآن أو دعوة دون أن يكون هناك فعل، أليس كذلك؟ أولا بالنسبة لما ذكرت أو ما نسبتموه أنتم إلى جريدة وول ستريت جورنال، أنتم لم تكملوا بقية القصة. السعودية تتهم الجبري بأنه بدد نحو 19 مليون دولار أثناء ما كان مسؤولا عن دائرة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السعودية، والسعودية قدمت أدلة للقضاء الأمريكي بأن هذا الرجل عمل شركات باسم ابنه وأقاربه من أجل يعني مطلوب بقضايا فساد. نعم. هذا ما قالته وول ستريت جورنال. طبعا السعودية تحاول القبض أو استعادة الجابري من أجل برياد يقولون أن عليه قضايا فساد أثناء توليه منصبه، وأن حتى قالوا أن الولي العهد السعودي السابق والموضوع تحت الإقامة الجبرية الآن الأمير محمد بن نايف أيضا كان شريكا له في بعض هذه الأعمال، أي أنه مطلوب بقضايا فساد. هل هي حقيقة أم غير حقيقة؟
أم أن السعودية تريد أن تبين أن هذا الرجل فاسد بينما هو الرجل هرب من السعودية. هذه أشياء لا أحد يعرفها إلا القضاء وإلا وأيضا السلطات، حيث معروف أن في هذه الحالة أستاذ سليمان يتم طلب من دولة إلى دولة تسليم المتهمين بقضايا فساد بعد أن تثبت عليهم هذه القضايا، بمعنى أن يتم المخاطبة بالطرق الرسمية. هنا في محاولة لاستدراجه شخصيا وهو يخشى على حياته كما قال. هذا ما ذكرته الصحيفة بالإضافة إلى الرواية أنه متهم بقضايا فساد. طبعا ليس كل ما تقوله الصحف الأمريكية مقدسا أو صحيحا، ربما جرى تسريب معلومات لها من السعودية وتسريب معلومات لها من جهات أخرى. بصراحة الإعلام الغربي وأي إعلام خاضع لمعلومات تسرب له من هذه الأطراف ومن هذه الأطراف. فمثلا قطر بعد عدائها مع السعودية أو بعد الخلاف مع السعودية وأصبحت العلاقات شبه عدائية بين الدوحة والرياض، أصبحت تسرب أخبار عن السعودية، وبنفس الوقت السعودية تسرب أخبار عن قطر. ولمن تسرب هذه الأخبار؟ إلى الإعلام الغربي. للأسف لم يعد هناك ثقة بالإعلام العربي، وهم يريدون كسب الرأي العام الغربي، الطرفين المتخاصمين السعودية وقطر ومعهم دولة الإمارات. فهم يسربون للإعلام الغربي معلومات من أجل إثارة الرأي العام ضد الطرف الآخر. الطرفان نعم. يقومان بذلك، ليس قطر لوحدها، إنما أيضا أبو ظبي والرياض يقومون بمثل هذه الأشياء. هذا أولا. وثاني شيء، ليس ما يقوله أيضا الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها السابق أيام في عهد الأمير السابق الأمير الوالد حمد بن خليفة، ليس كل ما يقوله يجب أن نصدقه. فهو معروف بعدائه ضد السعودية منذ عام 1996 حين حرض الأمير الوالد بالقيام بالانقلاب على أبيه الشيخ حمد بن خليفة، عفوا الخليفة بن حمد. فليس كل ما يقوله حمد بن جاسم يجب أن نصدقه، هو يستخدم بعض المعلومات الصحيحة ويزيد عليها من أجل التحريض ضد خصمه. هذا أسلوبه، وأنا أعرفه وأعرف هذا الأسلوب منذ عام 96. فلذلك حينما تحدث عن أنهم دفعوا 34 مليار دولار من أجل التدخل في سوريا، لا أصدق مثل هذه الأرقام. وإذا دفع فهو أول الدافعين كان، وهو أول الذين دفعوا للمعارضة السورية ضد النظام السوري. نعم، في قضية جيف بيزوس أيضا سليمان، أستاذ سليمان، أريد أن جرى الحديث عن أن السعودية اخترقت الهاتف المحمول للسيد بيزوس، ولكن ورفع دعوة هو. نعم، ولكن صحيح. أين صفت القضية؟ إلى ماذا انتهت؟ هل صدر حكم قضائي بالتأكيد كلامه؟ إلى أين انتهت القضية؟ يعني هو شكل فريق تحقيق خاص، وفريق التحقيق قدم له نتائج تقول بأنه ولي العهد السعودي هو من أرسل له رابط لينك، وهذا اللينك هو الذي دخل من خلاله مزبوط. السعوديون إلى هاتفه. صحيح ما تقوله، صحيح ربما يعني ما قاله صحيحا، ولكن أين انتهت القضية؟ إذا هو يقول أنه جرى، وهذه جريمة يعني جريمة قانونية والقضاء الأمريكي يحاسب عليها، ولكن لم نسمع أنه أقام دعوة على السعودية، وإذا أقام دعوة على السعودية أين انتهت؟ ما هذا يعني ما هي النتيجة؟ ما هذا يقودنا للتساؤل نفسه اللي طرحناه بداية هذا النقاش، أنه في نهاية المطاف هناك دعاوى، هناك أفعال، لكن دون أن يكون هناك محاسبة أو نتائج. أستاذ حسن، فيما يتعلق بهذه القضايا، صحيح أنه
حليف أمريكا وحليف إسرائيل في المنطقة أفراد أو دول تكون عادة محصنة من المحاسبة مثل إسرائيل ومثل كثير من وحتى في شخصيات ليس فقط يعني دول، عندما تكون قريب من الولايات المتحدة الأمريكية وتنظر للتطبيع مع إسرائيل إذا كنت عربيا فأنت محصن من الملاحقة القضائية وتفتح أمامك العالم كله. لكن بالمقابل هذه القضايا أستاذ حسن هي قضايا في الأدراج، يعني بمعنى أنه ستستعمل يوما ما، سيفتح الدرج في لحظة معينة إما لابتزاز سياسي أو مالي أو اقتصادي أو حتى لإنهائك بالكامل. شوف قانون جاستا الآن، قانون جاستا في الأدراج كل شوي يلوحون للسعودية به، بمعنى أنه نحن نتحدث عن عدالة دولية مفقودة، ولكن هذه السياسات نفسها للدول قد تستخدم هذه القضايا أيضا في السياسة، أليس كذلك؟ طبعا، لأنه أنت لو بتعرف أنه هذه الدول دول استعمار كل من يتعامل معها هي تكرمه بالأول، تحيله أنه هو شيء مهم كثير وهي تهتم به إلى آخره، تستخدمه حتى ما يعود له فائدة بالنسبة إليها آنذاك. بس هي أثناء علاقتها معه تنتقد من فترة لأخرى. ليش؟ لأنه عندما تنتهي وظيفته عندها ساعتها بدها هي تحاكمه، تقوم بمحاكمته على أساس لتأكد أنه هي لم تكن أساساً تدعم هكذا هذا الديكتاتور أو هذا المستبد أو هذا المرتشي أو كذا أو إلى آخره، لكي تسخر من شعوبها هي دول استعمار. ترجع تأخذه وبتنهي مثل ما عادة بينهوا هؤلاء الديكتاتوريين. أعطيك مثل بسيط، لأنه طالما الحكي بالتقرير عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير. رئيس السوداني عمر البشير اجوا في معمل شفاء، معمل أدوية بالسودان ثم قصفوا. بالسودان لا، بس هذا ليش؟ لأنه هذا دواء كان ينتج دواء لعلاج السيدة الإيدز بالقارة الأفريقية ويعطي نتائج 100%، ولكن مطلوب أنه يبقى هذا المرض موجود لكي شركات الأدوية تعمل. فاجوا الامريكان قصفوا انه ممنوع، لازم الافارقه ان يمرضوا، ممنوع علاجهم. واحد كبار المتورطين بلوبي الضاغط على اداره كلينتون لضرب معمل الشفاء هو دونالد رامسفيلد، الوحش اللي كان وزير دفاع الولايات المتحده الامريكيه، لانه من كبار المستثمرين بشركات الادويه والتي تنتج ايضا إلى جانب العقاقير تنتج اللقاحات. لذلك الله ينجينا من شيء اسمه لقاحات يعني. عرفت كيف؟ وينجي الأطفال خصوصا من اللقاحات. فكانت النتيجة أنه قالوا له للبشير ممنوع إعادة تصنيع هذه المواد، منعنا إعادة شو اسمه. إجوا قالوا له أنت مرتكب جرائم حرب، هيك قرروا هني أنه مرتكب جرائم حرب، جيد بدك توافق على تقسيم السودان، لو إلا بناخدك إلى أوكامبو كان ناطرو ياخدوا على المحكمة الدولية، المحكمة الدولية وافق على تقسيم السودان، بس خلص وأدى كل شيء. قالوا له مع السلامة، قالوا له مع السلامة، شفنا وينه موجود اليوم. وهكذا يفعلون مع الجميع، مع كل من يرضى لنفسه بأن يستخدمه الأمريكيون أو يعني المستعمرون الغربيون. عندما تنتهي المصالح، نعم، عندما تنتهي المصالح طبعا تبلش تخرج القضايا. طبعا بلا شك في شيء اسمه الحقيقة والعدالة هي على موعد مع الشعوب، مع الشعوب الصامدة بوجه هؤلاء الطواغيت الوحوش المجرمين يلي هني مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حلف شمال الأطلسي وهالنظم الماشي بشو اسمه، عرفت كيف؟ بالمقابل في شعب فلسطين، في هالدول الصامدة بوجه هؤلاء الطواغيت. ها
هودي الرهان عليهم، أما مش على شيء اسمه عدالة وكذا. هذا عدالة دولية، هذا بنكون عم نخرف إذا حكينا بعدالة دولية. نعم. أو إذا حكينا عن سيادة هذه الدولة أو تلك من الدول يلي هي بلا سيادة أساسا يعني. عرفت كيف؟ ولو كان معها مال كتير نقود، ولكن حتى نقودها ليس لها، نقودها هو للولايات المتحدة الأمريكية يعني. هل هذه السياسات كلها أستاذ سليمان، وأخذ أيضا رأيك أستاذ حسن، أستاذ سليمان، هذه السياسات هل صحيح أنها مرتبطة بدونالد ترامب؟ يعني الآن 4 شهور على الانتخابات الأمريكية، أنه إذا جاء الديمقراطيين، جاء جو بايدن، ستتغير الأمور فيما يتعلق بالتعاطي مع السعودية، مع ولي العهد الجديد، مع الإمارات أيضا. هل فعلا المسألة مرتبطة بشخص دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر؟ حتى موضوع الفتح السرادات مع إسرائيل، يعني فتح العلاقات مع إسرائيل، أيضا مرتبطة بدونالد ترامب؟ تعتقد أنه سيتغير كل هذا بعد الانتخابات أم لا؟ المسألة في الحقيقة في الاستراتيجية وليست في الأشخاص. لو سقط دونالد ترامب، وهذا ما أتمناه أنا شخصيا، وجاء جو بايدن، فلا أعتقد أن السياسة ببعدها الاستراتيجي تجاه السعودية ودول الخليج ستختلف، إنما ستغير الأسلوب. دونالد ترامب رجل حاد وأهوج، يتكلم ثم يمسح كلامه. واسمح لي أن أقول، ونحن نعلم جميعا أن هناك مؤسسة تحكم في الولايات المتحدة، هناك مؤسسات. جاءت دونالد ترامب وعكس شخصيته على هذه المؤسسات، حتى أن من عارضه بهذه المؤسسات بسياسته. نعم. أنه جاء. إذن ترجح أستاذ سليمان بأنه لن يكون هناك تغيير كبير، إنما ربما يكون هناك تغيير في الأسلوب ولكن ليس في الخطوط العامة. أستاذ حسن، قبل أن نختم، رأيك بهذه مستقبل أيضا هذه السياسات في المنطقة أستاذ حسن؟ يعني مبدئيا يعني مستمرين نحن في العالم العربي بهذا الشكل. بدي أقول لك شغلة، ترامب بدنا نعترف بحقيقة أن ترامب لم يعلن ولا حرب يعني من وقت الاستلام، وكل شيء كل ما يفعله ترامب هو يستمر بإدارة الحروب اللي عملها غيره ومن هم قبله. يعني النظام الأمريكي نظام مجرم قائم على الجريمة بأساسه، يعني هذا نظام متوحش مستبد، شعبه نظام يقتل شعبه، هذا يقتلهم بالشوارع، بيعمل عليهم اختبارات طبية لشعبه. عرفت كيف؟ هذا نظام متوحش بكل المقاييس، ونظام كل ما يفعله هنا الأنظمة هو زرع الإجرام والكذب. الأنظمة بالعالم. هنا هذه السياسات التي نراها، القتل، الحروب، الترويع، الجرائم، الاعتقالات خارج إطار القانون إلى آخره، هاي ستستمر؟ طبعا كله سوف يستمر. بعدين بدي أقول لك شغلة، أنه هذا جو بايدن من أسقط وأحط أنواع المخلوقات البشرية يعني. بعدين هذا رجل بده يسرع بعملية تقسيم العراق إلى 3 دول يعني. مبسوطين فيه الكل أنه جو بايدن شيء يعني مهم، واحد نص جو بايدن، عرفت كيف؟ مثله مثل كل أبناء المؤسسة الولايات المتحدة الأمريكية. ومن مسألة دونالد ترامب، يعني لازم نحن كعرب نطلع من هذه السخافات والتفاهات هيدي. شكرا جزيلا لك أستاذ حسن حمادي، الباحث السياسي، أستاذ سليمان النمر الصحافي المتخصص في الشؤون الخليجية، كنت معنا مباشرة من مرماريس. أشكرك أيضا جزيلا الشكر، والمسائية انتهت. في ختامها تذكير بعناوين الملف. القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا ضد محمد بن زايد بتهمة التواطؤ على أعمال تعذيب باليمن. هل بات الإماراتيون ملاحقين كالإسرائيليين بجرائم حرب؟ هل تحتمي السعودية والإمارات بالعلاقة مع تل أبيب وبالتحالف مع ترامب للإفلات من العقاب؟ وهل لانتهاكاتهما حدود؟ بعد اتهام ابن سلمان بقتل خاشقجي والتجسس والابتزاز، سعد الجبري يخشى انتقامه ويرفض محاولات استدراجه إلى تركيا. هل تكرر رياض الأساليب نفسها لإسكات الخصوم؟ لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.